الاهلي بيقود طنطا في اول مباراه، قدر يتعادل مع الاتحاد السكندري 1-1، وانتهت ايضا مباراه اف سي مصر مع حرس الحدود 1-1. استعدادا للقاء وادي الدجله غدا باذن الله، ريني فايلر المدير الفني اختار قائمه الاهلي اللي دخلت معسكر الليله. القائمه فيها الشناوي وعلو لطفي ومصطفى شوبير، رامي ربيعه وياسر ابراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن، وليد سليمان وايمن اشرف والو ديانج واليو باجي ومحمد مجدي قفشه واحمد الشيخ ومحمود وحيد واحمد فتحي وجونيور اجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري. والثلاث اسماء الاخيره من الوجوه الشابه شكري وعربي بدر ومحمد فخري من العناصر الواعده جدا. ومعاهم مصطفى شوبير. ومعاهم مصطفى شوبير. لكن عايز اقول لك حاجه، يعني انا شايف في غلطه في القائمه هنا. ومش اليو باجي هرب؟ ديانج. قالوا ديانج. قالوا ديانج. قالوا ديانج مش هرب. هرب راح طلع باسبوره وجه. وصل النهارده ودخل القايمه، لكن القايمه خرج منها برضو صالح جمعه، وصالح جمعه لانه ريني فايلر حاطط له برنامج خاص لانقاص وزنه، يعني لسرعه تجهيزه. شفتوا لما الاسبوع اللي فات الراجل اداله وبدات المساله تفك شويه على اساس انه يتم تاهيله بشكل بدني. وكلامه ايجابي عنه. يعني فخلينا ننتظر ان شاء الله انه الفريق يستكمل كل قوته تباعا علشان يحسم بطوله الدوري، وعلشان كمان يدخل البطوله الافريقيه او المعترك الافريقي في الخطوات القادمه او الادوار المهمه باذن الله بكل قوته.